السلام عليكم، حيا الله المتابعين جميعا. اليوم ان شاء الله عندنا تجربه سريعه لهيونداي اكسنت 2021. ناخذ لفه سريعه حول السياره، شوف الداخليه. السياره فيها تكييف خلفي، ما فيها تكايه خلفيه. ننتقل للتجربة. هذا مفتاح السيارة، فالأكسنت عام 2021 كانت هي أكثر سيارة مبيعا في السعودية، فخلونا نشوف ليه السيارة هذه مبيعاتها كثير. الجيل هذا من الأكسنت نزل بمحركين، المحرك الأول وهو الأكثر انتشارا عبارة عن 1400 سي سي، يولد قوة تقريبا 99 إلى 100 حصان. أما جير السيارة فهو عبارة عن جير أوتوماتيك من 6 سرعات. المحرك الثاني ينزل على فئات قليلة، أتوقع على فئة الفول كامل، عبارة عن 1600 سي سي، يولد تقريبا قوة 120 حصان، وجيره أيضا أوتوماتيك من 6 سرعات. في موديلات قديمة من الأكسنت نزلت بجير السي في تي، لكن بعدها شركة هيونداي وقفت تصنيع جير السي في تي للأكسنت وأعادت جير الأوتوماتيك التقليدي العادي. أتوقع لأن في ناس اشتكوا من جير الأكسنت وواجهوا فيه بعض المشاكل. أجرب لكم الآن تسارع السيارة من 0 إلى 100. بعمل تسارعين للسيارة، التسارع الأول من 0 كامل الدعسة، والتسارع الثاني بيكون نص الدعسة، فعشان نعطيكم انطباع عن عزم السيارة. جرب الفرامل، فراملها جيدة، دقت في الشرب نفسها ما أدري ليه، حركة حلوة بصراحة. الآن بعمل تسارع نص الدعسة. فزي ما شفنا تسارع السيارة أنا أشوفه يعني جيد جدا، يعني على محرك 1400 سي سي لا تتوقعوا منه كثير، لكن فزتها وتسارعها من الصفر أشوفه أفضل من اليارس. أنا جربت يارس 2020، جيرها طبعا سي في تي، محركها 1500 سي سي، هذه قومتها أفضل من اليارس. فالآن بأتكلم عن مميزات وعيوب الأكسنت على السريع، بعدها بقارنها باليارس أكبر منافس لها في السوق الخليجي أو السوق السعودي. فعيوب السيارة على السريع، أول شيء العزل الأرضي فيها زي ما تسمعون الآن صوت الكفرات مزعج، العزل الأرضي سيء. العيب الثاني التكاية اللي هنا في اليسار بلاستيك رخيص مزعجة، كل مرة أحاول يعني أتكي بيدي هنا بصراحة بلاستيك يعني مزعج. العيب الثالث هو استهلاك البنزين للسيارة غير المعلن عنه، فسيارة استهلاكها للبنزين أعلى من المعلن عنه. فصفرت عداد المسافات أمس، العداد اللي يقرأ استهلاك البنزين، وحصلت تقريبا على أرقام ما بين 8.5 إلى 9 لتر لكل 100 كيلومتر، أي ما يعادل تقريبا 12 كيلومتر لكل لتر. المعلن عنه هو 18 كيلومتر لكل لتر، فاستهلاك البنزين أعلى بكثير من المعلن عنه. فهذه عيوب السيارة اللي لاحظتها. ننتقل للمميزات. الميزة الأولى سيارة فيها تكييف خلفي، هذا شيء جميل بصراحة في السيارة اللي فيها هذه. الميزة الثانية الجير الأوتوماتيك التقليدي هذا أفضل من جير السي في تي، لأن صيانته أرخص وأعطاله أقل من جيور السي في تي. الميزة الثالثة في السيارة هذه أن قطعها متوفرة في كل مكان، سيارة أعطالها قليلة، سيارة اعتمادية ومعروفة. ففي مواقف زي هاي تحتاج تسارع، يعني ضروري ان السيارة يكون فيها يعني تسارع جيد عشان تطلع تتسارع بسرعة في الخط السريع. فكم سعر السيارة الحالي؟
ما لقيت سعرها في الوكيل، لكن في المعارض فئة الستاندرد سعرها تقريبا 63,000 ريال. سعر الياريس أكبر منافس لها في السوق عند الوكيل 58,000 ريال فئة الستاندرد، في المعارض أتوقع ما بين 62,000 إلى 63,000 ريال. إيش مميزات الأكسنت وإيش مميزات الياريس؟ الأكسنت تتفوق على الياريس بالجير الأوتوماتيك التقليدي، إنه أعطاله أقل وصيانته أرخص. طبعا جير السي في تي في التويوتا يعني أثبت اعتماديته، جير جيد. الميزة الثانية في السيارة هذه عن الياريس هو التكييف الخلفي، الياريس ما فيها تكييف خلفي، السيارة هذه فيها تكييف خلفي. الميزة الثالثة هي حاملات الأكواب جاية في موقع مناسب هنا، وأيضا في مساحة تخزين عندك في الأمام للمحفظة للجوال أفضل من الياريس. إيش اللي يميز الياريس عن السيارة هذه؟ تكييف تبعها أبرد، تكييف الياريس ما شاء الله جدا ممتاز. ومن تجربة سيارات هنداي يعني بعد فترة يصير مكيفها يعني ضعيف، في البداية يكون، الآن تكييف أنا أشوفه جيد، لكن بعد الاستخدام بعد كم سنة يضعف معك. ميزة الياريس الثانية هو استهلاك البنزين لها أفضل من السيارة هذه. والسؤال، أي سيارة أنا أختار؟ طبعا ودي أوضح نقطة، إن 63,000 ريال في السيارة هذه مبلغ جدا عالي، سيارة يعني هي والياريس كلها يعني تخلو من أي مواصفات، يعني ما فيها، السيارة هذه ما فيها شاشة، ما فيها كاميرا خلفية، ما فيها إيرباقات خلفية، ما فيها نقاط عمياء، الراحة فيها يعني للاستخدام داخل المدينة تعتبر جيدة، لكن للسفريات أتوقع بتكون متعبة جدا. والسيارات هذه ما صممت أصلا أو ما صنعت علشان تمسك بها خطوط، صنعت للاستخدام داخل المدينة. ف 63,000 ريال بصراحة مبلغ عالي في السيارة هذه، لكن إذا اضطريت إني آخذ سيارة من الفئة هذه وكان عندي الخيارين فقط الأكسنت أو الياريس، بأخذ الأرخص منها. إذا الأكسنت أرخص بأخذها، إذا الياريس أرخص بأخذها، لكن لو كان سعرها نفس الشيء زي اللي حاصل اليوم بأخذ الياريس بسبب التكييف وبسبب استهلاك البنزين، لأنه يهمني بشكل كبير استهلاك البنزين في فئة السيارات هذه. وفي منافس آخر قوي في الفئة هذه، النيسان الصني. ما قد جربت المواصفات السعودية، لكن جربت المواصفات الأمريكية، كانت بصراحة سيارة جميلة جدا، يعني في العزم في متعة القيادة أفضل من السيارتين هذه، أفضل من الياريس والأكسنت. لكن المواصفات السعودية أو المواصفات الخليجية تختلف أتوقع عن المواصفات الأمريكية، فبأجربها إن شاء الله وبأعطيكم انطباعي عنها. لكن ودي تشوفون المقطع اللي صورته في أمريكا للصني المواصفات الأمريكية وتعطوني انطباعكم عنه، بأرفع لكم الرابط إن شاء الله في الوصف. فإيش رأيكم، أي سيارة أنتم تفضلون، الياريس أو الأكسنت؟ في ناس بتفضل الياريس وفي ناس بتفضل الأكسنت بسبب أتوقع التكييف الخلفي وبسبب الجير، لكن بشكل عام أسعار السيارات مرتفعة وأتمنى أنها تنزل، وما أنصح بصراحة أحد يأخذ السيارات هذه بمبلغ فوق 60,000 ريال. شكرا للمتابعة.